كده يعني ابتدينا ريكوردينج. في البداية يعني طبعا برحب بيكم، وإن شاء الله رب العالمين يكون كورس مفيد ليكم. يعني للناس، أنا عارف إن مش كلنا ناس يعني خريجين كمبيوتر انجينيرينج، في ناس ممكن تكون خريجة كوميونيكيشن، بس إن شاء الله يعني هنحاول نخلي الموضوع يعني انترستد وليكم، ويكون هيأد value إن شاء الله في whatever التوبكس اللي انتم شغالين فيها. طيب في البداية، الصوت واضح عندكم كويس؟ اه يا دكتور واضح. طيب ممتاز. طيب احنا الكورس، احنا هنشتغل كورس يعني هناخد توبكس من الكورس بتاع CMU، وده يعتبر من أقوى الكورسز بتاعت الديتابيز يعني وورلد وايد. هناخد منه شوية توبكس كده، وبعد كده يعني هنروح لأوتسايد الكورس ده وناخد حاجات تانية تخلي الكورس يعني هيأد فاليو للحتة اللي انتوا هتشتغلوا فيها ان شاء الله رب العالمين. زي ما كنا اتكلمنا ان في توبكس كتير قوي انتوا هتشتغلوا فيها، فالكورس هنا يعني جايب الديتابيز من بداية، يعني ايه ديتابيز، وده ممكن يكون هيبقى يعني مزعج شوية للشباب اللي هم يعني عارفين اصلا ديتابيزز، بس ده طبعا مفيش مشكلة. احنا اعتقد يعني ان حتى اللي درسوا ديتابيز قبل كده ما درسوش كورس سي ام يو اللي هو يعني فيه تفاصيل كتيره شويه، فبرضه ان شاء الله هيبقى فيه معلومات جديده. التوبكس اللي احنا هنشتغلها هنا في الكورس، هو احنا اول حاجه الريليشنال ديتابيز، يعني ايه اصلا ديتابيز، ويعني ايه ريليشنز ما بين الديتابيز اوبجكتس او تيبلز وبعضها. حتى اللي مش عارف يعني ايه تيبل مفيش مشكلة، يعني ان شاء الله نوضح ده. بعد كده هندخل يعني في شوية تفاصيل كده في الديتابيز ستورج، هي بتكون الديتابيز اصلا ستورد في الديتابيز فايلز بفورمات عاملة ازاي. بعد كده المفروض هنتكلم على الاكسكيوشن بقى. انا عملت شوية كومنتس او زي ما بنسميهم كويريز علشان اجيب ديتا من الديتابيز، طب دي بيتعمل لها اكسكيوشن ازاي، او الاكسكيوشن بلان بيتم ازاي، وده طبعا يعني طب ده هيبقى مفيد لي انا اصلا، ايفن الاستورج بتاعتها الفرقه معايا انا كحد بيستخدم الداتابيز، ده سؤال كويس. طب الاكسكيوشن بتاعها بيتم ازاي، برضو انا فرقه معايا في ايه، انا بكتب كومنتس والكومنتس بتعمل لها اكسكيوشن وخلاص. لا، هو احنا الكورس ده شوية بيبقى فوكسد على الاستراكشر بتاعت الديتا بيز مانجمنت سيستم او الدي بي ام اس، هو ازاي اصلا التابلز او الاوبجكتس بتاعت الداتا بيز بتبقى ستورد في الديسك، وازاي لما انا بعمل كومنت او بعمل كويري او استعلام على ديتا معينة من الداتا بيز الداتا دي بترجع لي ازاي. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معاك في ان انت تكتب الكويري صح. يعني انا ممكن اكتب كويري بشكل لما الدي بي ام اس هيروح يفيتش او يدور على الداتا دي على الديسك، اللي هي اصلا بتبقى حاجه كومبلكس جدا في داتا ستراكشر، تري داتا ستراكشر او هاش مابس زي ما ان شاء الله هنديها كده يعني ايه ريفيو سريع ونعرف هي بتبقى ستورد ازاي. لا، هو هتفرق يعني، ممكن الكوماند نفسه لو غيرت الترتيب بتاعه او كتبته بشكل مختلف هيجيب لي نفس الريزلت اللي انا عايزها، هي بس هتكون اسرع، وخصوصا ان انتوا بعد شويه او كارنتلي ممكن تكونوا لو شغالين حتى في الريسيرش بتاعكم بتتعاملوا مع داتا سيتس كبيره قوي، داتا بيز فيها يعني مليونز اوف ريكوردز او ممكن اكتر من كده كمان. فلو انت عارف هو بيحسب الداتا دي او بيجيب الداتا دي ازاي، هتعذر بقى ان انت لازم تكون عارف دي كويس قوي علشان تفيتش الداتا او تكتب الكومنز او الكويريز بشكل احسن علشان يجيب لك الداتا دي اسرع. طيب يعني بعد كده المفروض هنتكلم عن
برضو، وممكن الحاجات دي تبقى يعني هانتس، يعني مش لازم ندخل في تفاصيل ده. الكونكرنسي كنترول لو انا عندي بقى اكتر من ثريدز بتاكسس الداتابيز يعني، او اكتر من يوزر حتى، مش سيبك من موضوع ثريد، انا اكتر من ابلكيشن بيحاول يوصل للداتابيز ويفيتش منها داتا. طب الداتابيز مانجمنت سيستم بيتعامل مع الكولز دي ازاي؟ بعد كده الريكفري. وطبعا يعني كلنا عارفين ان الداتابيز اكيد ما يكونش موجود منها يعني انستنس واحده او نسخه واحده بس من الداتابيز، لا هي عاده بتبقى موجود يعني اكتر من، او عايز اقول ايه، ريبليكيشن، يعني اكتر من نسخه من الداتابيز. انا بعمل بغير في الداتا فبتتغير في مكان، وكوبي منها بتبقى موجوده في مكان تاني، علشان لو حصل فيلير وحصل ان الداتابيز وقعت اقدر ارجع بقى ايه، اقدر اكونكت على الكوبي او الريبليكا بتاعت الداتابيز دي. طب وايفن لو ما كنتش عامل ريبليكيشن، لو حصل فيلير وعايز اعمل ريستور ل نسخه من الداتابيز الليتست وهكذا. وبعد كده الديستريبيوتد داتابيز، وده يعني ممكن برضو يكون توبيك انترستنج للناس اللي هم بيتعاملوا مع داتابيز موجود على مالتي نود. لو الداتابيز عندي كبيره جدا، او الداتا سيتس عندنا كبيره فيها بليونز اوف ريكوردز، مش هتبقى موجوده على داتابيز نود واحده، وهتبقى موجوده على مالتيبل نودز. طب ازاي بقى الدي بي ام اس انا عايز داتا معينه، طب الداتا دي جزء منها على سيرفر وجزء على سيرفر تاني، طب هو بيهندل ده ازاي؟ كل ده ان شاء الله باذن رب العالمين هنحاول ندي عليه هندس كده. وبعد كده يعني احنا مش هنكتفي بالجزء ده او بالاجزاء دي، طبعا كل دي ممكن يكون في حاجات منها هتبقى انترو بس مش هندخل في تفاصيلها. هندخل على ما يسمى بالنو سيكول داتابيز، او الداتابيز اللي هي ما فيهاش بقى ايه، عكس اول بوينت عندنا اللي هي ريليشنال داتابيز. النو سيكول داتابيز ما بيكونش في ريليشنز اصلا ما بين الداتا بعضها، وده عادة يعني الناس اللي بتتعامل مع البيج داتا ممكن تكون الداتا بتبقى ستورد اساسا يا اما في فايلز جيسون فايلز، او بتبقى موجوده في نو سيكول داتابيز. طب الاستراكشر بتاعت الداتابيز اللي من النوع ده بتكون عامله ازاي، والتعامل معاها بيتم ازاي؟ يعني احنا هنتعلم هنا مع بعض كومنز او كويريز، ازاي نكويري او نجيب داتا من الداتابيز، لما ده علشان الداتابيز دي نوعها ريليشنال داتابيز. لما انا اروح بقى الداتابيز اللي هي النو سيكوال، لا ده انت هتلاقي تعامل مختلف خالص، وهتلاقي حتى البروبرتيز او مواصفات الداتابيز نفسها مختلفه. طبعا ده التكست بوك اللي الكورس بتاع سي ام يو بيشتغل منه، ده تقسيمه بقى الكورس عندهم. والداتابيز مانجمنت سيستم اللي هم بيتعاملوا بيه ده حاجه كده خاصه بيهم جوه الجامعه. طبعا كل ده ملناش دعوه بيه. نبتدي بقى ايه الديفينيشن بتاع الداتابيز. طبعا لو في اي حد شايف الموضوع بورينج بالنسبه له، او الحاجه دي المعلومات هو عارفها، فممكن نقول ان الليكتشر بتاعت النهارده، وممكن لو احتاجنا كمان ليكتشر هتبقى يعني ايه معلومات معاده بالنسبه له لو هو مش حابب يكمل يعني. طيب الداتابيز هي بتكون مابينج للريل وورلد داتا، بتكون مجموعه من الانتيتيز، والانتيتيز دي فيها مجموعه من الداتا، وفي ريليشنز ما بين الانتيتيز دي بعضها. طيب مثال عشان نفهم يعني ايه داتابيز، هو هنا مدينا مثال يعني عايز يعمل داتابيز ل سيستم ستور بيستور في الارتست اللي هم المغنيين، او انفو اباوت الارتست والالبومز اللي هم غنوها. تمام، ده كده ممكن يكون يعني ريل وورلد صغير قوي، او دومين صغير قوي. انا بس عندي مجموعه من يعني ده شكل الداتا، عندي مجموعه من الارتست مغني وسنه كام وفين غنى ايه بقى، غنى الالبومز دي، ده الالبوم وده اسم الارتست وده السنه بتاعته. تمام، طيب
انت ممكن تكون عامل ده، او عاده ده بيكون ستورد ازاي؟ ده بيكون ستورد في كوما سيبريتد فاليوز او سي اس في فايل او وات ايفر بقى الفورمات اللي انت هتستور فيها الداتا دي بالشكل العادي. يعني انا ما بكلمكش دلوقتي على داتا بيز، يعني لو انت عندك الداتا دي اللي هي الالبومز والارتست انت هتعمل لهم ستور ازاي؟ انت هتستور بالشكل ده. انا عندي مثلا ده فايل اهو، ده شكل الفايل، وانا هحط فيه اسم الارتست، وبعد كده هو كوما سيبريتد، فهعمل كوما واحط المعلومه الثانيه اللي هي الير، وبعد كده كوما واحط المعلومه اللي بعد كده اللي هي الكونتري. وطبعا يعني هو بس هنا كيبينج التكست بيكون ما بين دبل كوتس كده، والنمبر هيبقى عادي. طيب ده فايل، وفايل تاني خالص اللي هو فيه الالبومز هتبقى برضو كوما سيبريتد فاليوز. طيب ايه بقى المشكله في حاجه زي كده؟ ما ده كويس جدا، ما فيهوش مشكله. المشاكل اولا لو حبيت تقرا معلومه معينه، يعني مثلا هو هنا بيقول لك انا عايز اجيب السنه اللي الالبوم ده اتعمل فيه اللي هو الايس كيوب ده، فانت عايز تعمل ده، انت شايف الفايل قدامك اهو، بس انت عايز بقى ده المفروض ده موجود في ابلكيشن او في برنامج، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتعمل بغض النظر عن اللانجوج اللي مكتوب بيها، فانت هتعمل لوب وهتبتدي تمسك لاين لاين، وهتبتدي تحول بقى اللاين ده، تمسك اللاين ده تقسمه بالكومه، فهيبقى عندك array. الاري دي فيها element 2 3، انت عارف ان الاول element في الاري اللي ناتجه دي هو النيم، فهتقول والله لو هو لو انت وصلت للرو او اللاين ده اول element في الاري الناتجه هو عباره عن الكلمه او اسم الالبوم اللي انت بتدور عليه، يبقى هات لي انا عايز تاني element في الاري اللي هو الايه اللي هو السنه بالظبط كده. فعملنا فور اهو، عمل فور each line في الفايل ده، هيعمل ايه؟ هيحول اللاين ده في اللي ريكورد اري، وبعد كده هيجي عامل لوب، او يعني هيشوف بقى لو كان اول ريكورد في الاري دي، الاري دي هتبقى 0 اول element، تاني element، تالت element يبقى 0 1 2. لو كان الريكورد 0 في الاري يساوي اي سي كيوب، يبقى اطبع لي الريكورد الثاني اللي هو ريكورد 1 في الاري. طيب ده كلام كويس، يبقى انا بكتب كود اهو، والمشكله ان انا بعمل ايه؟ هو المشكله مش انا بكتب كود، ما هو كده كده الدي بي ام اس هيكتب كود، بس هو المشكله ان هو يعمل ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل سيكوينشال ستريمينج، يعني بيمسك الفايل من اول لاين لاخر لاين. لو فرضنا ان الفايل ده مثلا في عندي يعني 100,000 ارتست، فانا والاليمنت اللي انا بدور عليه ده اخر اليمنت، فانت متخيل بقى ايه اللي هيحصل؟ انت هتوصل لاخر اليمنت في ال 100,000، فانت عندك 99,999 حاجه ملهاش لازمه انت عملتها، يبقى انت بتتكلم على بروسيسنج ملهوش لازمه وبلس تايم يعني. طيب دي مشكله. المشكله الثانيه الداتا كونسيستنسي، يعني ايه؟ يعني لو انا في التو فايلز دول اللي بيربط ما بينهم ايه؟ اللي بيربط ما بينهم النيم ده اللي هو اسم الارتست. طب لو افترضنا ان الاسم ده، يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعرف الارتست ده غنى مثلا كام البوم، فانت هتروح على تاخد الاسم اللي هو لو تانج كلان ده، وهتروح على الفايل التاني، وهتبتدي تدور برضو بنفس بقى الكونسبت ده، هتيجي عامل مش عارف لوب والكلام ده وهتبتدي تدور بقى على الالبومز اللي هو الارتست بتاعها. فلو انت مسكت اول ريكورد ده، ده ماشي ده الارتست بتاعه التاني. طب يعني ايه بقى database consistency؟ هو اللي رابط ما بين الاثنين دول الاسم. طب لو افترضنا ان الاسم ده لاي سبب اتكتب غلط، يعني مثلا تانج دي اتكتبت من غير الايه هنا، يعني في ريكورد الريكورد الاولاني مكتوب صح، الثاني ده اللي جاي يكتب الداتا كتب الايه ده او كتب الاسم ده من غير الايه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان في عندك داتا هنا ملهاش ريليشن اصلا، انا مش عارف مين الارتست ده. فكره ان انا رابط التو فايلز اللي انا بستور فيهم الداتا بحاجه تكست كده، والتكست ده يعني
ما فيش اي كونسترين عليه، يعني انا ممكن اكتبه باي شكل. ده طبعا ده في ريسك كبير جدا، ريسك كبير ان انا ممكن الداتا دي يحصل فيها داتا لوس او ريليشن لوس، ريليشن ما بين التو تيبلز ده يحصل لها بريكنج من غير ما تاخد بالك. طيب دي المشكله الثانيه. المشكله الثالثه، طب لو هو حط داتا غلط، يعني مثلا احنا هنا ده بنتكلم على اير، افرض هو كتب هنا string، كتب تكست، حاجة هتمنعك؟ لا مش حاجة هتمنع. ليه؟ لأن ده تكست فايل، ده سي اس في، ده comma separated values. فأي داتا هيدخلها هنا مفيش أي validation هتحصل عليها. هو طبعا ممكن تقول لي طب ما أنا هبقى عامل الأبلكيشن اللي بياخد الداتا دي وبيعمل لها ستور في الفايلز. طب ماشي أوكي. طب افرض إن اللي كاتب الأبلكيشن في حاجة غلط في الأبلكيشن بتاعه، الداتا كده اتحطت غلط أصلا في الفايلز. لكن انا لما بتكلم على الداتابيز انا بتكلم على مانجمنت سيستم، هو بيفورس الداتا فاليديشن، انا هفورس ان الداتا دي لازم تكون صح بغض النظر عن الابلكيشن. الابلكيشن ده حاجه تانية، ده لاير، واللاير اللي فيها الداتابيز لا هي لازم تبقى سيلف كونتيند، يعني فيها المانجمنت سيستم بتاعها وفيها اللي هو بقى فيه الفاليديشن وفي الكونسترين او ريليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، الانتجريتي ريليشن كونسترين. هنا لازم في قيود على الريليشن ما بين التابلز وبعضها، ده حاجه لازم تكون موجوده. طيب نيجي للمشكله اللي بعد كده، هو بيقول لك لو في مالتيبل ارتست على نفس الالبوم دي هتتعامل ازاي؟ انت هنا عندك الالبوم، هنا التابل ده او الفايل ده هو عباره عن 3 values. كل line فيه 3 values، الـ value الأولانية هي اسم الألبوم، الـ value الثانية هي الـ artist name، الـ value الثالثة هي الـ year. طب لو أنا عندي الألبوم ده في دويت وفي اتنين مغنيين الألبوم ده، هتعامل معاها إزاي؟ هل هتعمل يعني هتزود value رابعة هنا؟ مش هينفع. ماشي، أنا بتكلم برضو لسه دلوقتي بنحاول نطلع المشاكل اللي هتكون موجودة في التعامل مع الـ database لو كانت in form of flat files. طيب الحاجة اللي بعد كده، لو أنا عايز أدور على particular record، إحنا شفنا البروسيسنج بيتم sequential، يعني هيمسك الفايل من أول line ويعمل بقى الفور لوب ويعمل conversion بقى لللاين ده لأري، وبعد كده يعني الموضوع برضو فيه كتير. طيب لو أنا عايز بقى أعمل multiple applications to access نفس ال database، يعني أنا عامل دلوقتي افترضنا ان هي دي برضو ستيل الداتابيز بتاعتنا اللي هي الفايلز، والفايلز دي والفايلز دي في ابلكيشن بيتعامل معاها. طب انا عايز اعمل ابلكيشن تاني، طبعا كلنا عارفين ان مفيش داتابيز بيبقى بيأكسسها سنجل ابلكيشن، ده ممكن تبقى عامل ويب ابلكيشن بيوصل للداتابيز دي باخد منها معلومات، وفي ناس معينه بتاكسسها علشان تعمل اكشنز معينه، وفي ناس تانية بتتعامل مع نفس الداتابيز عن طريق موبايل ابلكيشن، وفي ناس بتتعامل على الداتابيز عن طريق اي اي او ام ال مودلز. طيب في الكيس دي انت معرض ان انت لو هي فايلز بالشكل ده يبقى في تو ابلكيشنز عايزين يوصلوا للفايلز في نفس الوقت. طب ايه اللي هيحصل؟ هل اصلا مسموح او لوجيكال ان تو threads او تو applications يوصلوا للفايل ده في نفس الوقت ويفتحوه ويغيروا فيه؟ هو ده اكيد مش صح، او اكيد لو هي flat files في بيتعمل لوك على الفايل، والفايل الابلكيشن اللي هيحاول ياكسس تاني هيقول له لا ده already in use by another application. طب لو انا عندي بقى application بيوصل له 20 او all meet user في نفس الوقت concurrently بيأكسسوا، معنى كده ان في واحد بس هيقدر يوصل للديتابيز ويوصل للفايلز ويشتغل عليها، والباقيين كلهم هيكونوا ايه؟ هيكونوا هولد مستنيين لغايه ما هو يخلص اللي بيعمله. طيب دي مشكله تانية. احنا ليه بنريز المشاكل دي؟ علشان نعرف اهميه الديتابيز مانجمنت سيستم. كل ده انت كنت ممكن او ممكن احنا نكون فاكرين ينفع نتعامل مع الديتا وهي موجودة في flat files بشكل بسيط وعادي جدا، بس دي كلها مشاكل بتقابلنا. طيب المشكلة اللي بعد كده، لو أنا بتعامل مع الداتابيز as a flat files، لو حصل بقى crash في
كراش في السيستم. انا شغال دلوقتي على ويندوز وفاتح الفايلز وبعمل اي اكشن عليها عن طريق ابلكيشن مش عن طريق الفايلز دايركت، وحصل كراش في الاو اس. طيب ايه اللي هيحصل؟ هل في ريستور بوينت؟ انا هل الديتا دي ممكن تبقى حصل لها كوربشن وما ينفعش ارجعها لستيت تكون acceptable من غير ما يحصل damage للديتا؟ ده سؤال. طيب الحاجة اللي بعد كده الـ high availability يعني ايه؟ يعني عايز اعمل replication للديتا. زي من شوية كنت بقول لكم ان انا ممكن بيبقى عندي application، والapplication ده العمال بيستور ديتا. يعني تخيل معايا مثلا الستور بتاع او الديتابيز بتاعت مثلا وي او اتصالات او فودافون، هل الديتا كلها بقى بالبيلنج بقى بكميه العملاء اللي موجودين، هل كلها موجوده في سنجل ديتابيز او ديتابيز واحده، ولا بتكون موجود نسختين من الديتابيز والديتابيز لما بيحصل اي ابديت بتروح على تونو؟ فالطبيعي لا، ان انا بيبقى عندي اي اكشنز بتحصل على الابلكيشن بتروح على التو نودز، بحيث ان لو حصل اي فيلير في اي نود منهم خلاص الابلكيشن بيكونكت على النود الثانيه لغايه ما النود اللي وقع دي تبقى اب تاني ويتعمل سينك، او ان الداتا اتابديتد على النود اللي بقت اب دي، او سوري اللي كانت على النود اللي كانت شغال لوحدها تتعمل لها سينك وتروح على الديتا على النود اللي كانت داون. ليه ده اسمه هاي افيلابيليتي او اتش اي؟ انا عايز الديتابيز عندي او الابلكيشن دايما يكون هايلي افيلابل، يكون مفيش اي حاجه تخلي الابلكيشن يبقى داون. ليه؟ علشان الديتابيز. ما تقوليش الابلكيشن واقع عشان الديتابيز، لا، انا هعمل somehow، وده اللي احنا المفروض هنتعلمه ان شاء الله مع بعض، somehow الداتابيز تكون highly available، اكتر من نود موجوده والرايت بتاع الداتا بيروح على كل النودز، ولما هقرا من نود واحده منهم تمام حصل ان النود وقعت، انا الابلكيشن بيكونكت على نود، النود دي وقعت، لا في نود تانية available وهكذا. طيب وده بقى هيخلينا نعرف أهمية الـ DBMS أو الـ Database Management System. هو software، هو في الآخر هو application بيمانج الـ data. الـ data طبعاً هتكون موجودة في files، بس files مش flat files بالشكل ده، بتكون encrypted وبيكون الـ data موجودة فيها بـ data structures. أعتقد أنتوا يعني أكيد حضراتكم درستوا data structure وعارفين الـ trees والـ maps والحاجات دي كلها. فالديتا بتكون موجودة في يعني complex data structure. الـ DBMS مسؤول عن إن هو يعمل store للديتا، ولو أنا عايز أقرأ أو أعمل query على الديتا، هو أنا بديله الكويري هو بيديني الديتا. عايز update الديتا دي في أي وقت أعمل عليها update، يعني data base storing credentials بتاعتي، فانا عايز اغير الباسورد، هو خلاص الداتا بيز بتاعتي موجوده انا عايز ابديت بس الباسورد. تمام. حاجتين كمان مهمين قوي ان انا ممكن ابقى محتاج اناليسز عن الداتا. طيب الداتا بيز بتاعتي دي السايز بتاعها قد ايه كستورج؟ طيب ايه التيبلز اللي عليها اكسس او عليها ترافيك عالي قوي؟ ايه التيبلز السايز بتاعها كبر فممكن اقسمها اعمل لها بارتيشننج؟ كل دي اناليسز ممكن الدي بي ام اس بيعملها. طبعا لو انت شغال فلات فايلز فانسى الكلام ده، انت محتاج يعني تبذل ايفورت كبير قوي عشان تعمله. الحاجه اللي بعد كده الداتابيز ادمنستريشن، وده انكلودز حاجات كتير قوي، منها الاوثنتيكيشن اند اوثرايزيشن. هو مين بقى اليوزرز اللي ممكن تبقى ليها اكسس على الداتابيز؟ انا بتكلم على الداتابيز يوزرز مش الاو اس يوزرز. يبقى الداتابيز مانجمنت سيستم بيكون ليه اليوزرز الخاصه بيه، وكل يوزر بديله اكسس او بديله جرانتس او بريفليجز على تيبلز معينه يقدر يوصل لها. ونوع الاكسس ده هل هو بيقدر
جاست يكويري او يقرا، ولا ممكن يكويري ويابديت، ولا ممكن يكويري ويابديت وديليت الداتا اللي موجوده في الداتابيز. كمان هل هو سوبر يوزر مثلا ممكن يقدر يعمل ديفينيشن او يكرييت تيبلز جديده في الداتابيز ولا لا؟ طيب ده كده يعني الداتابيز باي ديفينيشن، وكان لازم المقدمه اللي هي الطويله اللي قبلها دي علشان نفهم يعني ايه داتابيز. مش عارف هل في حد بيحاول يجوين ولا لا. لا تمام كده احنا تمام. طيب كده عرفنا الداتابيز مانجمنت سيستم. ندخل بقى على الريليشنال داتابيز. الريليشنال داتابيز هي كانت يعني فكره بروف اللي هو ادجر كود، ده في السبعينات 1970 كان عمل ريسيرش بيبر كان بيتكلم على ما يسمى الريليشنال داتابيز. قبلها ما كناش عارفين او ما كانش حد يعرف يعني ايه ريليشنال داتابيز، او ما كانش في حاجه اسمها ريليشنال داتابيز. كان الموضوع كالاتي: انت دلوقتي بتعمل ابلكيشن بيمانج سيستم معين، انت بتجهز قبل ما تعمل اي حاجه خالص الداتابيز بالشكل اللي انت هتستخدم بيه الابلكيشن. يعني انا عايز في شاشه معينه او لفانكشن معينه عايز اقرا داتا وفورمات معينه. يعني عايز اقرا مثلا لو انا بتكلم على سيستم اللي هو كان قدامنا ده، انا عايز ده شكل الداتا. مثلا عندي فيه تيبل او فايل فيه الارتست وتيبل فيه الالبوم. لو انا عايز بقى مثلا بقى فيها حاجه تانية فيها اسم الالبوم والارتست بتوعه بس. فوانا بعمل الديزاين او بصمم الداتابيز ببقى عامل حساب الكويريز اللي انا هحتاج اعملها على الداتابيز. يعني انا دلوقتي مثلا انا عايز ادخل على شاشه الاقي الارتست نيم والير والكونتري، فانا هعملها في تيبل. عايز الالبوم نيم ارتست يير هعملها في تيبل. عايز اسم الالبوم والارتست بتوعه هعمل تيبل تالت، هعمل تيبل تالت هسميه مثلا البوم ارتست artists. فهيبقى في اسم الالبوم وبعد كده اسماء الارتست بتوعه او اسم الارتست. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت وانت بتنسرت الداتا هتنسرت هنا وهنا وهنا. يعني تخيل معايا الشكل ده، لو انا عايز اضيف البوم جديد فانا هروح اضيف اسم الالبوم واسم الارتست والسنه، وعايز مكان تاني وهنا لو الارتست مش موجود خلاص مش موجود هضيفه هنا. وفي التيبل الجديد اللي هو ليه علاقه بالشاشه الثالثه هروح اضيف اسم الالبوم والارتست بس. طبعا هتقول لي ما هو موجود هنا بالير. لا انا عايز يعني داتا بيز تيبل في الداتا اللي انا عايزها بس في الشاشه دي. طيب ده كان الفكر السائد ان انت يو هاف تو نو يعني بالتفصيل قوي قبل ما تعمل اي حاجه what queries your app could would execute. يعني قبل ما اعمل اي حاجه على الداتابيز لازم، او قبل ما اعمل داتابيز لازم ابقى عارف الابلكيشن هيقرا ايه. طب ده طبعا كان صعب جدا. ده يعني الريسيرش بيبر اللي هي كان نتج عنها الريليشنال موديل ده. طيب ايه اللي offered by relational model؟ relational model بيخليك من هاي ليفل كده بغض النظر عن ازاي الداتابيز دي هيتعمل لها امبلمنتيشن، او هنفصل اللوجيكال لاير عن الفيزيكال لاير. اللوجيكال لاير هي شكل الداتابيز هيكون عامل ازاي، التابل اللي احنا كنا رسمينه من شويه. طب انا عايز اقرا منها داتا ايه؟ ده كل ده لوجيكال لاير. هاو تو ريد برضه لوجيكال لاير. الفيزيكال لاير يعني ايه بقى؟ انزل لي بقى تحت كده، هي الداتا تحت ده على الاو اس او على الفايل سيستم. هي الداتا بيز دي او الداتا دي ستورد ازاي، هيتعمل لها ستورنج ازاي، ده الفيزيكال لاير. فقبل كده انت لا انت كنت لازم تبقى عارف هي الداتابيز دي هعمل لها ستورنج ازاي، من غير ما فيش دي بي ام اس هعمل ستورنج للفايل دي ازاي. هعمل لها ستورنج مثلا الاجابه لو انا بتكلم على المثال اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، هعمل لها ستور في سي اس في فايل، يبقى هي فايل دوت سي اس في. طب هقرا الداتا ازاي؟ هقرا بالكود اللي انت شفته فور
وجواها هعمل بارس وجواها هعمل اف ستيتمنت. طيب ده الفيزيكال لير. اللوجيكال لير لا، انا عايز هات لي اسماء الالبومز واسماء الارتست مثلا، ده اللي هو اللوجيكال لير. لكن هنا في الريليشنال موديل لما اتحطت فكره ان انا اعمل لوجيكال لير هاي ليفل كده، بتكلم على الداتا هي الاستراكشر بتاعها عامل ازاي، هي عباره عن مجموعه من التيبلز، والتيبلز دي في ريليشنز ما بينهم، وهنشوف دلوقتي الكلام ده ان شاء الله رب العالمين. طيب الامبلمنتيشن بتاعتها ازاي؟ لا ولا اي حاجه. الفيزيكال لير توتالي ليفت للامبلمنتيشن. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي هنتكلم على انواع كتير من الداتابيزز. انا كداتابيز يوزر ماليش اي علاقه خالص بهاو تو امبلمنت، انا سبت ده للفيندور بتاع الداتابيز. انا بتكلم على اوراكل مثلا، فاوراكل هي اللي هتعمل الامبلمنتيشن بتاعت الداتابيز، وهتديني يوزر جايد كده ازاي تتعامل مع داتابيز. بس ازاي تتعامل مع داتابيز ده بقى اللي هو الريليشنال موديل، ده الهاي ليفل اللي تقريبا بقى ستاندرد. كل الناس او كل الداتابيز فيندورز مثبته، تقريبا مثبته اللوجيكال لير. انا عندي تقسيمه الداتابيز بتكون تيبلز وفي ريليشنز ما بينها وفي كيز وفي الكلام ده كله هنتكلم فيه. طب الامبلمنتيشن بتاعت الفيزيكال لير لا، هي في جايد لاينز بس، لكن الامبلمنتيشن يعني توتالي متروكه للفيندر. طيب الداتا مودلز، الداتا مودلز هو كونسبت، مجموعه من الكونسبت بن ديسكرايب بيها او بنوصف بيها الداتا. يعني كان في حاجه اسمها انتيتي ريليشن شيب موديل، او الاي ار موديل. هو يمكن انا اجنور ديت بصراحه من الكورس، يعني هو بيبقى شكل جراف كده بيريبريزنت الموديل بتاع الداتابيزز، وده طبعا انا هدي لكم بقى يعني في يعني جزء كده بشرحه في الاندر لسنه ثالثه من كورس هارفارد. هبعت لكم البرزنتيشن بتاعتهم بصراحه سيلف كونتيند، يعني فيها كل التفاصيل، اقروها ولو في اي حاجه يعني انا معاكم. وطبعا في باشمهندس عبد الرحمن اصلا اللي هو بيدرس الماده معايا، هو موجود معانا في الكورس ده، فاحنا يعني ان شاء الله نسبورتكم عشان تفهموا الحته دي. بس هي يعني ايه جزء الموديلنج، يعني I don't care about it دلوقتي، علشان لو في حد بقى درس ده قبل كده الموضوع بورينج ان احنا نبتدي الموضوع من الاول خالص. طيب يبقى الديتا موديلنج هو بس بحدد ايه الانتيتيز اللي عندي او ايه التيبلز وايه الريليشنز ما بينهم ونوع الريليشن ايه والاتريبيوتس بتاعتها. طيب بعد كده عندي ديفينيشن تاني اللي هو السكيما. السكيما لما بتكلم على تيبل معين فبقول هو التيبل ده اسمه ايه، وايه الاتريبيوتس او ايه الكولومز اللي موجوده جواه، وايه الداتا تايبس بتاعت الاتريبيوتس دي. طيب هنتكلم على الداتا مودلز بالتفصيل، ما تقلقوش يعني الديفينيشن ده ابستراكت جدا. فالداتا مودلز اللي موجوده اصلا دلوقتي في الماركت، اول حاجه اللي هو ريليشنال داتا بيز، وده غالبا يعني معظم الدي بي ام اس هي ريليشنال داتا بيز. في عندي بقى بعد كده، وده طبعا يعني الجزء ده احنا هنتكلم فيه شويه حلوين، يعني بعد كده عندي النو سيكوال داتا بيز، او ما فيش ريليشنز ما بين التابلز وبعضها. يعني احنا هنا لازم في ريليشن، هنا ما فيش ريليشنز. وبعد كده عندي الاري او الماتريكس، وده يعني سبيسيفيكلي اليوزرز بتوعها والام ال. وفي عندنا نوعين كده بقى اوبسليت بقى خلاص ما بقاش في حد بيستخدمهم، اللي هم النتورك والهيراركل. طيب احنا هنتكلم دلوقتي هنبتدي نتكلم في ريليشنال داتابيز. طيب الريليشنال داتابيز او الريليشنال موديل المفروض هو بيفورس معايا كام حاجه كده كنا مفتقدينهم في المثال اللي احنا قلناه من شويه اللي هو كان سي اس بي. اول حاجه هو بيديفاين طبعا معايا او بيديفاين عندي الريليشنز والكونتنت بتاعتهم او الكولومز بتاعتهم، وده طبعا ده في اي حاجه مش بس في الريليشن موديل. الحاجه الثانيه بقى المهمه جدا اللي هو بينشور الداتابيز كونتنت كونسترينز ساتسفاكشن. يعني كل تيبل انا حاطط عليه كونسترينز، طيب مين هيفورس ده؟ الانتجريتي
في الريليشنال موديل. يعني من شويه كنا بنقول انا عندي تيبل في الارتست وتيبل في الالبومز، وكنت بربط ما بين الاثنين عن طريق كان في بروبرتي كده اسمها ارتست نيم، اللي او الارتست اللي موجوده في الفايل بتاع الالبومز. وقلت لكم حتى وقتها لو حد غير الاسم، طب مين اللي هيفورس ده؟ اللي هيفورس ده الانتجريتي كونسترينز. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو فاكرين كنا برضو قلنا كان في عندي بروبرتي كده فيها التاريخ او الير. الير ده نمبر، والير ده ليه فورمات معينه 4 ديجيتس وهكذا. لو حد كتب رقم واحد هل ده ينفع؟ لا ده مش هينفع. دي برضو كونسترينز او قيود على الداتا. تمام. كل ده مين بيفورس ده؟ اللي بيفورس ده الريليشنال موديل امبلمنتيشن، اللي بيتعمل لها امبلمنتيشن في الدي بي ام اس. طيب ازاي بقى تاكسس الداتا بيز و او الداتا وتموديفاي الكونتنت بتاعتها، او الداتا مانيبيوليشن ده عن طريق الايه الريليشنال موديل بروبرتيز. ثانيه واحده. دكتور الصوت قطع خالص، مفيش صوت. لو حضرتك سامعني كده مفيش صوت خالص. وصلنا. انا كنت سامع، انا قلت ثانيه واحده. طيب تمام كده سامعني كده كويس؟ معلش انا ما سمعتش حضرتك وانت بتقول ثانيه واحده، معلش انا اسف. لا لا مفيش مشكله، المهم انا صوتي واضح يعني. لا كويس كويس جدا. طب يعني بصفه عامه يا شباب، حد عنده اي سؤال ولا الدنيا واضحه؟ انا عايز توقفوني يعني، مفيش حد سأل حتى خالص. هي تمام الدنيا يعني، انترودكشن لسه يعني لحد ما بالنسبة لي كويس. طيب تمام. انا المهم ان يعني سو فار يعني الناس تكون فاهمة وما فيش اي حاجة اي معلومة عين. طيب نبص بقى على definition بتاع relational model. اول حاجة relation. Relation by definition هي an ordered set of data rules أو entities. ماشي. يعني مثلا أنا عندي row 2 3، كل دول عبارة عن كل واحدة منهم بيسموها أو بنسميها relation، والtable ده بيتسمى relation set. يبقى هو set of relations، يبقى ده relation 2 3 مجموعة من relations unordered، يعني ما فيش ترتيب ليهم معين. ولو بنتكلم على الو يعني، طب خلاص خلي ما فيش مشكلة، ماشي روح لعب بس يعني. بس اعمل ميوت يا باشمهندس احمد، اعمل ميوت. طيب طيب ده ال n array relation او التيبل في مجموعه في ان كولومز. ولو خدت بالك هو يعني ريبريزنتيشن للفايل اللي احنا شفناه من شويه، كان السي اس بي فايل، بس بقى هيتعمل الشكل ده. عباره عن كولوم لي نيم وفي الداتا، كولوم في نيم وفي الداتا وهكذا. طيب كمان الرو احيانا بيتسمى توبل. التوبل هو مجموعه من الاتريبيوتس، مجموعة من الاتريبيوتس، بس كل اتريبيوت بيكون لي دومين. دومين يعني داتا تايب. وده برضو هيخلينا نرجع لحتة الايه الانتجريتي. يعني انا هاجي مثلا على التوبل ده وهقول ان هو عبارة عن نيم تكست، يير نمبر كاونتري تكست. طب لو انا قلت ان ده نمبر، فلو انت حطيت اي داتا غير النوع ده يبقى غلط، ده كده integrity violation وهيدي لك error. طيب الحاجة اللي بعد كده null values، هي special يعني value بتقول ان هي unknown. يعني مثلا لو انا جيت هنا وحطيت artist اسمه والcountry وجيت عند الير وحطيت كتبت null. null يعني ايه؟ يعني ما فيش value او doesn't exist او undefined او unknown. طيب نيجي بعد كده للبرايمري كي ديفينيشن. المفروض ان انا كل رو او كل تابل من دول لي ايدنتيتي. هو ايه اللي يخلي او ايه اللي يجبر
او اللي يقول للدي بي ام اس ان الرو ده مختلف تماما عن اللي بعده عن اللي قبله. ايه الفروقات ما بينهم؟ الفروقات ما بينهم في الداتا بس، في حاجه اسمها برايمري كي، في حاجه لازم تكون ايدنتيتي او اي دي موجود لكل رو مستحيل يتكرر عند اي رو تاني. طيب ده اسمه البرايمري كي، يبقى هو يونيك ايدنتيفاير لاي توبل. طيب ايه البروبرتيز بتاعه البرايمري كي؟ اول حاجه ما يتكررش يبقى يونيك، الحاجه الثانيه ان هو نوت نال يعني لازم يكون ليه فاليو، يبقى نوت نال اند يونيك. علشان كده البرايمري كي في داتابيزز بتقول لك انا هكريت لك انا الداتابيز برايمري كي على التيبل ده، فعلشان كده معمول له يعني في حسب الامبلمنتيشن. عندك مثلا سيكول سيرفر 2003 عملوا سيكونس، سيكونس يعني انت هتعمل انسرت، يعني دول 1 2 3 انت هتعمل انسرت للرو الرابع هياخد اي دي 4، يعني انسرت اللي بعده هياخد اي دي 5 وهكذا، ده اللي هو السيكونس. او في ماي سيكول وده نوع برضو من انواع الداتابيز، هم برضو عاملين اوتو جنريتد او اوتو انكريمنت برايمري كي. البرايمري كي كده كده هو بيبقى زي ما قلنا اي دي او ايدنتيفاير يونيك ونوت نال، فغالبا بيبقى اوتو جنريتد او سيكونس. طيب ده كده كان الديفينيشن بتاعت البرايمري كي. تعال بقى ايه للفورين كي. هو الفورين كي هو كولوم في التابل عبارة عن برايمري كي في تابل تاني، علشان كده بيتسمى فورين. فورين يعني أجنبي. فأنا عندي بروبرتي أو كولوم في التابل بتاعي أو التابل ده هو عبارة عن برايمري كي في تابل تاني. يعني مثلا لو رجعنا للشكل اللي احنا كنا نتكلم عليه من شوية اللي هو الألبومز والأرتست، فالأرتست الديتا بتاعته احنا خلاص عرفنا البرايمري كي اهو. فالشكل ده باي ذا وي هو السكيما ديفينيشن. السكيما ديفينيشن بيبقى زي ما انا قلتها، يعني اتكلمت بس قلت ان هي بتبقى التابل نيم، بعد كده الاسماء الكولومز وبتبقى كوما سيبريتد. فانت عندك هنا الارتست اول كولوم اي دي، وده لسه احنا ضايفينه من دقيقتين كده، اللي هو البرايمري كي ده جنريتد او واتيفر، اهم حاجه يونيك ونوت نال، وبعد كده اسم الكولوم ده واسم الكولوم ده واسم الكولوم ده. ده كده السكيما، وده السكيما ديفينيشن بتاع تيبل ارتست، ده السكيما ديفينيشن بتاع تيبل الالبوم. فالالبوم المفروض فيه اي دي برضه جنريتد اي دي او برايمري كي، والفرق ما بين البرايمري كي والاذرز في النوتيشن او في الكتابه بيكون ان هو تحته اندرسكور زي ما انتم شايفين كده. طيب بعد كده عندي ده الاي دي نيم والارتست، بس الارتست كان في الفايل ايه؟ كان في الفايل تكست، لكن هنا الارتست هيبقى ايه؟ هيبقى انا عايز بقى الاي دي بتاع الارتست ده في التيبل الثاني. يعني مثلا لما انا هقول مثلا الالبوم اللي هو ده اللي هو رقم الاي دي بتاع 11، الاي دي بتاع 11 ده موجود هنا ده مش موجود، احنا اخترت واحد مش موجود. استنى لا هو موجود، انا اسف، هو الارتست بتاعه اللي هو رقمه 123. يعني احنا لو رجعنا للفايل، الفايل اللي هو طبعا انا لو رجعت هرجع شوكتور، يعني اللي هو السي اس في كان موجود في هنا في الالبوم، كان موجود اسم الالبوم والارتست كان الكلمه دي كان الاسم ده وبعد كده الير. طيب لو انا بقى بعملها تيبلز، فانا جيت ده الاسم ده او الارتست ده اديت له اي دي، لما اجي اعرف او احط الداتا بتاعت الالبوم انا مش هكتب النيم بقى، انا هكتب ايه؟ انا هكتب الاي دي بتاعه. فالارتست هنا هو عباره عن ايه؟ 123. 123 يعني انت لما تيجي تبص على التيبل ده على طول لو عايز تعرف التفاصيل بتاعت البوم 11، البوم 11 ده اسمه سنه 1993 والارتست بتاعه 123. 123 نروح على التيبل ارتست، من الارتست اللي الاي دي بتاعه 123 هو الاخ ده ودي تفاصيله. طيب فده هنا الارتست كولوم ده هو برايمري كي ولا فورين كي؟ لا هو فورين كي. فورين كي يعني ايه فورين كي؟ يعني في تيبل تاني هو برايمري كي، دي اول حاجه. الحاجه التانيه
ما ينفعش احط فاليو هنا مش موجوده هنا، وده طبعا هيحل لنا مشكله الانتجريتي. ان انا ما... ان انا زمان كنا بنقول، زمان ده اللي هو من نص ساعه، كنا بنقول ما ينفعش، او كنا عايزين نفورس ان ما ينفعش تدي لي اسم ارتست مش موجود از ارتست. احنا هنا كنا ممكن نحط اي اسم، لا، لكن دلوقتي انت تعمل ايه؟ انت تحط الارتست 123، 123 هروح تبقى الارتست هلاقيه. طب لو انت كتبت 256 وهو مش موجود هنا، ايرور، الارتست ده مش موجود اصلا. طيب ده حل لنا مشكله كبيره. الحاجه الثانيه، طب افرض ان انا غيرت في الاسم بتاع الارتست، مفيش مشكله خالص، لما هاجي اعرض الداتا بتاعه الالبوم 123 برضو اروح هنا بال 123 هجيب الداتا هنا ايه؟ ابديتد. طيب دي كانت مشكله واتحلت، او كانوا مشكلتين اتحلوا عن طريق البرايمري كي. انا بخلي الكولوم يبقى التيبل يبقى ليه برايمري كي، و في ريليشن ما بين التيبل بتحل عن طريق الايه؟ الفورين كي. طيب كان في عندنا مشكله ثالثه، اللي هو لو الارتست الالبوم ليه مالتيبل ارتستس هناك وهنا برضو، مش هينفع احط اكتر من فاليو. حد عنده سؤال يا شباب؟ اه يا دكتور، هو مش المفروض الاي دي هنا يبقى في الارتست، هو الالبوم ولا بيختلف؟ الاي دي في الالبوم هو الارتست؟ لا 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 خالص، بص ده سيكونس وده سيكونس تاني خالص. انا عندي الالبوم رقم 1 و2 و3 و4، ده اي دي هات بتاعته. انا ممكن هنا اكون حاطط الرقم القومي بتاع الارتست، فاهم قصدي؟ يعني انا بجنريت الاي دي عادي، ما بتختلف معايا، مش هتفرق معايا. لا لا، ما فيش اي علاقه. انا الريليشن الوحيد ما بينهم هي الايه؟ الكولوم ده، الكولوم بتاعت الايه؟ بتاعت الارتست. يعني حاجه الارقام اللي موجوده هنا هات بتاعت الارتست، تمام؟ تمام. طب هو مش كده زود على طيب لود في الداتا؟ معلش قول تاني يا باشمهندس، بتقول ايه؟ مش بقى عليا كده لود في الداتا اكتر، لان بقى في الاي دي والارتست هو الاي دي القديم تاني، يعني بقى بتجنريت اتنين اي دي عشان امشي في الالبوم؟ لا، ما هو استنى، ما هو اصلا قبل كده انا الداتا كانت عندي موجوده من غير اي ديات خالص. انا كل اللي انا بعمله ان انا كل تيبل هعمل له اي دي بس. انا جيت التيبل الاولاني بتاعت الالبوم عملت له اي دي هات، التيبل الثاني عملت له اي دي هات. يعني دي هتوفر عليك في السيرش بشكل لا تتخيله بعدين، ماشي؟ انت طبعا بتقول ان انا في داتا زادت عندي، يعني انت الكومنت بتاعك ان انا زودت او بقى في اوفر هيد ان انا في داتا جنريتد هنا اي دي هات وجنريتد اي دي هات، صح؟ طيب صح. هو في المقابل انت زودت، ممكن يعني نقول لو انا عندي داتا كتير قوي فانت زودت الستورج او السبيس اللي هو هيحتاجه، صح؟ بس في المقابل بالزبط. لا، بالظبط. بس انت في المقابل ايه بقى؟ في المقابل كسبت داتا انتجريتي، كسبت ان انت لما هتيجي هتعمل سيرش مش هتبقى محتاج ان انت تدور هنا مانيوال وتروح تدور هناك مانيوال. انت كنت بتعمل فور لوب هناك كانت يعني صعبه جدا، فاهم قصدي؟ يعني مثلا تخيل معايا كده، احنا هناك كنا لما كنا عايزين نعمل سيرش هيبقى اللوب طويله جدا وهتحمل معايا لود كتيره جدا في الميموري. طب هقول لك على حاجه، لو انا عايز اجيب للالبوم 33 ده، عايز اجيب كل الداتا بتاعته بما فيها الارتست نيم، فانت هتعمل ايه بمجرد النظر كده؟ انت هتروح هنا على طول على 33، مش هتسكان، يعني مش هروح ده 11، لا هتروح على اول روت لا 33، لا الثاني 33، لا دي اصلا بتبقى موجوده في تري داتا ستراكشر، فانت هتروح دايركت على الروده دي كده سرعه. الحاجه الثانيه كده، انت خدت الالبوم نيم، وبعد كده انا عايز، وطبعا هتاخد الير من هنا، بعد كده عايز ايه؟ عايز اسم الارتست، فانت هتاخد الاي دي اللي هو 789، بدل ما كنت برضو هتسكان 1 باي 1، لا ده انت هتروح دايركت على التيبل ده وهتروح دايركت على الروده تجيب اسم الايه؟ اسم الارتست، فاهم قصدي؟ فالسيرش هنا عندك هيكون سريع جدا، مفيش قصه السيكوينشال سكاننج ده خالص. طبعا في اوفر هيد في الداتا، طبعا في اوفر هيد في الداتا، بس المقابل ليه سيرش سريع جدا. انتجريتي بقى، ودي المهمه، انت رحت حاطط ارتست هنا مش موجود هيدي لك ايرور. طب خلينا بقى نتكلم في العلاقه العكسيه، لو انت رحت بقى دلت ارتست من هنا،
انت رحت مسحت الارتست ده من الداتابيز اللي هو 7 8 9، المفروض في الكيس بتاعتنا بما ان احنا عاملين كونسترين وعاملين فورين كي هيرفض، هيدي لك ايرور. ليه؟ هيقول لك لا ده في ريفرنس عليه، امسح الريفرنس الاول. فاهم قصدي؟ فانت كده بتتكلم على هاي ليفل اوف داتا انتجريتي. واضح يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. طيب تمام. كان في بقى باشمهندسه بتتكلم وانا معلش قلت اركز معاك اخلص معاك الاول. لا خلاص كده يا دكتور. تمام. طيب تمام اوكي. ده كده الفورين كيز. طيب احنا بقى اخيرا بقى كنا هنتكلم على مشكله ان انا يكون عندي مالتيبل ارتستس لنفس الالبوم، فقلنا الموضوع يتحل ببساطه خالص ان انا هعمل انذر تيبل، لان انا طبعا هنا عندي الارتست هو بياخد فاليو واحده، فلو انا عايز بقى ياخد اكتر من فاليو انا هعمل تيبل هسميه ارتست البوم، هحط فيه الاي دي بتاع الارتست وقصاده الاي دي بتاع الالبوم. طب يعني ايه بقى؟ يعني هنا مثلا الالبوم رقم 22، 22 ده عنده كام ارتست؟ عنده الارتست ده وده وده، يبقى انا وطبعا هشيل بقى الكولوم اللي هو بتاع الارتست ده من هنا خالص، يبقى هتبقى الداتا بالنسبه لي سيمبل خالص. هيبقى عندي هنا ديفينيشن بس للارتست، اي دي نيم يير كونتري، ديفينيشن بس للالبومز اي دي ونيم وكونت وير، وهعمل انذر تيبل منفصل هو الالبوم ارتست بيمانج بقى الاي ريليشن دي. هتلاقي فيه فورين كي من الارتست في الارتست اي دي او البرايمري كي، وفي اي دي بتاع الالبوم اللي هو الالبوم اي دي. فانت دلوقتي يعني لو انا مثلا سالتك الارتست اي الارتست بتوع الالبوم مثلا 22 عايز اسمائهم، فانت ببساطه خالص هتروح على الالبوم ارتست ده او الارتست البوم وهتاخد الاي ديات 123 7 8 9 4 5 6 وتروح على التيبل ده تجيب الاسماء بتاعهم. فده كده الفيتشر الاخيره دي زودت ايه او اضافت امكانيه ان انت يبقى عندك مالتيبل ارتست لنفس الالبوم. وده اللي قدامنا ده لما ان شاء الله تقروا بقى المحاضره اللي هبعتها لكم، ده اسمه ميني تو ميني ريليشن شيب. ميني تو ميني ريليشن شيب يعني ايه؟ يعني الارتست ممكن يغني اكتر من البوم والالبوم ممكن يغني اكتر من ارتست، وده يعني باي ديفينيشن كده لما هتقروا شويه في الاي ار موديل الموضوع بسيط خالص، يعني 2 3 سلايدز مش قصه. هتعرفوا ان الريليشن اللي هي الميني تو ميني بتتكسر دايما في another table، فالموضوع يعني ايه بسيط خالص. وطبعا I think ان هو قدامنا logical دلوقتي. طيب في يعني احنا كده المفروض نقدر نعمل model لل tables بال relational model. الخطوة اللي بعد كده بقى انا عايز اقرأ ال data دي منه. هو انا دايما بتكون مشكلة ال database مش في ان انا insert data، مشكلة دايما في ان انا اقرأ data، قرايه الداتا لان انا دايما يعني ما بحطش الداتا وبقراها بنفس الشكل. يعني انا ممكن ازود البوم مثلا او ازود ارتست او ازود يعني اتكلم على داتا بيز اكبر من كده بكتير، فانا لما بغير في حته الداتا يعني الانسرت او الابديت بيكون في مكان ما او في مكان بسيط، لكن دايما بتكون المشكله ان انا اقرا داتا. لان انا هقرا داتا والناس اللي منكم بقى يعني يعرفوا الـ Data Analytics، لا أنا لما هقرأ أي Data أنا هقرأها من أكتر من Table عشان أعمل بها Analysis. طيب فعلشان كده يوجد بقى ما يسمى بـ Relational Algebra و Relational Calculus. إحنا هنتكلم شوية ببساطة عن Relational Algebra، وهي بتكون Notations بتعرفني إزاي أعمل Selection أو أعمل Query للـ Data من الـ Database. يعني almost دي كل يعني هو في شوية notations كمان بس دي البيسك أو اللي احنا دايما بنتكلم أو بنستخدمها اللي هي select project union intersection difference وده ال cartesian product وأخيرا ال joins. هناخدهم واحدة واحدة كده نعرف إيه يعني هم إيه بالضبط، لأن دول بعد كده هنترجمهم. يعني ده يعني ممكن نقول دول ال expressions اللي عن طريقهم بتعلم اقرا داتا ازاي من الداتابيز، وبعد كده هنترجمهم الى كود
او الى يعني by definition SQL او SQL زي ما هنعرف بقى، مش عايز استبق الاحداث. SQL code او SQL instructions علشان اجيب بيهم داتا من الداتابيز. طيب نبتدي اول حاجه السلكت. السلكت هي الرمز بتاعها او السامبل بتاعها اللي هو ده. فهي select، وبعد كده بكتب اسم relation اللي بعمل select منها، وتحت السيمبل ده بكتب predicate أو condition. يعني مثلا لو افترضنا ان ده relation فيها AID و BID، دي الأرقام بتاعتهم A1 وهكذا، ودي الIDs. لو أنا عايز، لو أنا كتبت select from relation وده condition، condition بتاعي ان AID equals E2، يبقى انا هعمل عايز ادروب او عايز اسلكت من هنا الداتا اللي فيها ال AID او الكولوم اللي اسمه AID القيمه بتاعته بتساوي E2، فهيسلكت دول اللي هم التو روز اللي هو التاني والتالت بس. طيب نشوف مثال تاني برضو، عايز سلكت من هنا من الريليشن R where أو الـ condition إن الـ column AID بيساوي E2، وفي نفس الوقت ده AND الـ BID 102. يبقى أنا هروح هنا أول حاجة إن الـ AID بـ E2، يبقى هما الـ two rows دول، وبعد كده عايز select إن الـ short إن الـ BID بـ 102، يبقى يجيب الـ row ده بس أكبر، آسف، أكبر من 102، فجاب إيه؟ جاب 103 اللي هو ده. تمام. طبعا ده بقى يعني بعد شويه هنحول ال select يعني command ده هنحوله للكود ده. طبعا انا مش هبص عليه دلوقتي، احنا هنبص عليه بعد شويه ان شاء الله تفاصيله. ده الكوماند اللي بكتبه للدي بي ام اس وعلى اساسه بيرجع للديتا دي. طيب ده السليكشن. السليكشن لو خدتوا بالكم لما بعمل select هو بيجيب لي كل الكولومز بشرط معين. فلما قلت له سلكت هنا جاب لي الكولوم الاولاني والكولوم الثاني، ده الريزلت الكولوم الاولاني والثاني، وده برضو جاب الكولوم الاول والثاني. لكن لو انا عايز اعمل بروجكشن، عايز اجيب كولومز معينه، عايز اجيب كولومز معينه، فانا بعمل ايه؟ بقول له والله بروجكت من الريليشن وبدي له اسماء الكولومز اللي انا عايزها. تمام. يبقى انا عايز هنا بقول له هات لي مجموعة الاتريبيوتس أو الكولومز دي بس. فلو خدت بالكو هو هنا طبعا هو عامل سيليكشن من الحاجات اللي احنا عملناها سيليكشن قبل كده. يعني هو أنا عامل سيليكت من الـ R where الـ AID E2، وبعد كده عمل project. يعني هي ممكن هنا ما تكونش واضحة قوي، بس هو هنا أنا ممكن يعني أختار أقول له project BID مثلا. لو انا قلت له BID هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي القيم بتاعت BID بس. تمام. يعني هنا البروجكشن مش بروجكت او بختار كولومز معينه، مش كل الكولومز. طيب السامبل او الديفينيشن اللي بعد كده اللي هو اليونيون. اليونيون هو بيرجع لي التو ريليشنز، بيرجع لي الداتا اللي في التو ريليشنز، بيعمل زي ايه؟ اتحاد ما بينهم. فانا هنا ده عندي ريليشن ودي ريليشن تانية، ريليشن R وريليشن S. فأنا هقول له R union S، فهيرجع لي إيه؟ هيرجع لك الداتا اللي في ال R اللي هي E1 E2 E3، وبعد كده ال S E3 E4 E5. بس طبعا يعني أكيد ال condition إنهم يكون فيهم نفس عدد الكولومز ونفس الداتا. طيب يعني كلهم يكونوا من نفس الداتا. طيب يعني لو ده مثلا ده تكست تكست وتكست، وهنا مثلا تكست ونمبر، فاليونين ما بينهم مش هيكون valid. الانترسكشن برضو نفس الكلام بنفس الكونديشن. ممكن سؤال؟ تفضلي. ماشي. هو ايه الفرق بين البروجكت والسيلكت؟ هما الاثنين سيلكت صح؟ لا، بيسيلكت رو معين. انا بختار لا بختار كولومز معين. كولوم بروجكشن. انا بقول له هنا project او هات لي الكولوم ده والكولوم ده بس.
لكن في السلكشن انا بختار روز معينه. ماشي، هي 2 و3 دول الفاليوز بتاع ايه؟ 2 و3 في التيبل الثاني. ما هو ما انا هقول لك، بص هو في هنا ايه، في هنا ريليشن معينه ماشي، هو عامل لها سلكشن انا مش شايفها اصلا كده، اللي هي بي 100 بي 100 او داش 100. ف يعني دونت كير بقى اذا كان يعني هي المفروض تبقى 102 و103. لا لا انا مش بقول ان ده غلط، انا بقول ان هو عامل هنا عامل سلكشن. بصي لو انا قلت هنا سلكت من ار اي اي دي 2، ده هي ريتيرن ايه، ده هي ريتيرن اي 2 واي 2 102 102 تمام. وبعد كده هو عمل بقى ايه، عمل بروجكت، بس هو البروجكشن هنا اللي هو عامله يعني في داتا هنا مش جاي، يعني في داتا اصلا مش موجوده هنا، فانا اي ثينك ان هو في حاجه مزد هنا هو مش حاططها. بس يعني خلينا نقول الاتي، خلينا نقول لو انا عايز اعمل بروجكت من الداتا اللي هو عم جايبها دي، يعني خلينا نعمل احنا، خلينا انا هاخد ايه كده ونكتب. يا دكتور مش هي الريليشن اللي هو عايزها هي مكتوبه فوق التيبل؟ يعني حضرتك شوف البروجكشن هتلاقي مكتوب فوق التيبل ان هو عايز يبروجكت من البي اي دي اوفر ال 100، فهو عشان كده كاتب 2 and 3 لانه هي 102 and 103. بعد كده هو كاتب الريليشن اللي هو عايزها من الاي اي دي، صح ولا انا مش فاهمه ولا ايه؟ مش عارفه. لا هو كاتبها طرح، بس هي ما فيش حاجه اسمها نيرو نتورك. يعني انا فهمت قصدك، يعني انت اللي انت بتقوليه صح ماشي، يعني هو عامل سيلكشن هنا وطارح 100 ماشي، بس انا لا ما بطرحش، ما فيش حاجه اسمها ان انا اطرح ماشي. لا في حاجه اسمها ان انا وانا بسلكت واطرح وبعد كده اعمل بروجكشن. البروجكشن ما بيتحطش فيه غير اسماء الكولومز بس، فاهم قصدي؟ انا فهمت قصدك، يعني فهمت قصدك ان انت قصدك الستيتمنت اللي مكتوبه دي غلط. مش يعني كده، هو يعني هنا عامل اللي مكتوبه دي غلط بالظبط. يعني هو بصي هو اللي هو عامله ايه، هو عمل سيلكت جاب التو جاب دول، انا يعني واخد سكرين شوت ممكن اقول هنا بقى. يعني هو عامل ايه، هو عمل سيلكشن الكونديشن بتاعه هيجيب دول تمام، ده الكومنت ده السيلكت اللي هي اللي جوه ده تمام. وبعد كده بيعمل بروجكت هات لي عمل بروجكت جاب ده ناقص 100 تمام، فيرجع 2 و3 ماشي. ده اللي هو الايه الناتج اللي هو عمله، بس ده انا مش شايف ان ده فاليد. يعني ممكن اسال بالعربي بروجكت يعني ايه؟ بروجكت يعني سيلكت يعني اختار، بروجكت اختار برضو بروجكشن. لا بروجكشن يعني اسقاط، يعني انا عايز دول بس. بصي دايما السلكشن انا بختار بكونديشن على الرو، يعني بختار رو بكونديشنز معينه، والبروجكشن انا بختار كولومز معينه من السلكشن تمام. دكتور يعني دلوقتي كلمة project دي اللي هي بتعمل intersection ما بين الكولوم وما بين الرو، صح كده؟ لا بص يعني هي تقاطع ما بين الكولوم والرو الداتا اللي انا عايزاها. يعني ما هقول لك، بصي هو يعني الكومنت اللي قدام او النتيجة اللي قدامي دي هي نتيجة ان انا حاطط condition على الروز، وبعد انا عايز بقى كولوم، بس انا ممكن ما احطش كونديشن على الروز اصلا. يعني انا ممكن اقول له هنا، ممكن اقول له بروجكت مثلا، بروجكت من هنا اقول باي وتحتها اي اي دي ماشي. لو انا جيت كتبت هنا على التيبل ده وقلت بروجكت اي اندرسكور اي دي، ده هي ريتيرن ايه، ده الناتج بتاع أول كولوم ده تمام. بس فالبروجكشن هو بيسلكت كولومز معينة،
ماشي، بس هي غالبا يعني ما بنحطهاش، ما بنعملش بروجكشن لوحدها، بنعمل الشكل ده، بنعمل سيلكشن وبعد كده ببروجكت منه. بس هو هنا دخل البروجكشن كمان، حط فيه كونديشن او حط ايه، عمل فورمولا على الحاجات اللي عملها بروجكشن. يعني هو عمل سيلكت هنا الحاجات اللي دي بتاعها ايه 2، وبعد كده وهو بيسيلكت قال ايه، قال طيب انا البي اي دي ده مش عايزه زي ما هو، لا انا هحطه في فورمولا هطرح منه 100 وهسيلكت كمان الاي اي دي، فعشان كده رجع 2 اللي هي 100 و2 ناقص 100 و3 اللي هي 103 ناقص 100 والاي 2 وهنا اي 2. تمام، هل ده يعني valid definition؟ لو رجعنا للمحاضرات مثلا بتاعت هارفارد هتلاقي لا مش ده مش valid عندهم. احنا كده كده النوتيشن بتاعت الريليشنال الجبرا يا شباب يعني في اختلافات ما بين الكتب وبعضها، ماشي، يعني ان انت تلاقي الفورمات دي ممكن ما تكونش valid عند الناس كلها. هو هنا الراجل لا ما فيش مشكله ان انا وانا بعمل بروجكشن لكولوم معين احط فيه ريليشن، ده عادي ماشي. هو الفيصل معانا في الاخر ان احنا هنحول ده بقى لايه، لكويريز. هي في الكويريز valid زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا انتوا لسه ممكن في ناس منكم مش فاهمين ده ايه. تمام، بس احنا خلينا نقول ديفينيشن عام كده، ان السيلكشن انا بسيلكت اول كولومز بيزد اون بريديكيت او كونديشن معين. البروجكشن انا بعمل بروجكشن للكولوم از از، مش لازم احطها في اكسبريشن بالشكل ده، وعاده بيكون بروجكشن سيلكشن، يعني ما بيكونش عليها ايه، ما بيكونش عليها بريديكيت او كونديشن كده. يعني هي في الغالب بتكون كومباوند، او بدخل البروجكشن مع السيلكشن عشان اجيب داتا meaningful بالنسبه لي، بسيلكت كل روز معينه وبعد كده بختار منها كولومز معينه. تمام، لكن البروجكشن نفسه لا، هو مش تقاطع الروز مع الكولومز، لا البروجكشن هو كولومز بس لو انا بسيلكت او سوري لو انا ببروجكت من سيلكشن فلا، يبقى هو هنا في الكيس دي هو تقاطع الروز مع الكولومز. حد اتلخبط؟ لا تمام كده، في حد عنده اي سؤال؟ طيب اوكي ماشي. طيب ده اليونيون كنا بنتكلم فيه، وبعد كده قلنا الانترسكشن، وقلنا الانترسكشن هو بيكون الحاجات الكومن ما بين تو ساتس او تو رو ساتس، بس برضو الشرط الاساسي انهم يكونوا ليهم نفس النيم، نفس الديتا تايب. تمام، علشان اقدر اعمل ايه التقاطع او اجيب الانترسكشن ما بينهم بالشكل ده. طيب بعد كده الست ديفرنس، طبعا هو بيجيب بقى الايه ده، يعني الحاجات اللي انتوا درستوها زمان قوي كده. لو عندي ست ار وست اس وعايز ار ديفرنس اس، هو بيجيب الداتا اللي موجوده في الار ومش موجوده في الاس، ففي الكيس دي هو اي 3 103 هي اللي موجودة في الأس ومش موجودة في ال... وطبعا A1 A2 موجودين، فهيجيب A1 A2. طيب نيجي بعد كده للنوتيشن اللي بعد كده اللي هي الايه، الكارتيزيان او الكروس برودكت. وده بقى يعني ده برضو يعني الكارتيزيان برودكت اعتقد انتو يعني من الحاجات اللي احنا عرفناها زمان قوي كده في اعدادي، يمكن لما بعمل R وS وبعمل ما بينهم الكارتيزيان برودكت، فهو بيعمل ايه، بياخد الداتا بتاعت الR ماشي، ممكن ناخدها 1 by 1 كده، ياخد اول رو هنا ويكرر معاه الست التانية كلها، فهتلاقي A1 1 0 1 بتتكرر معاها بقى E3 4 5 E3 4 5، وبعد كده ده كده اول ثلاثة روز اللي هم مناظرين لأول رو هنا في الR، بعد كده ياخد E2 برضو هيكرره ثلاث مرات مع الثلاث روز بتوع الأس، وهكذا بقى الـ E3 نفس الكلام. طيب ده بقى بيستخدم في إيه؟ ده بيستخدم في كل الـ Selection Statements أو أي Select أنت هتعمله على الـ Database عادة هو بيعمل Cross Product. طيب لو
لو انا قلت له r cross s ده الريزلت بتاعتها وده الشكل بتاعها في السلكت ستيتمنتس اللي احنا لسه هنتعرف عليها later on يعني. طيب يعني لما انا بعمل لا هي مش موجوده هنا فخليني ما ادخلش في التفاصيل هنا، هي في الجوينز بقى هتبان معانا ان شاء الله. طيب نيجي بعد كده للناتشرال جوين. ناتشرال جوين ده السيمبل بتاعها ناتشرال جوين. طيب هو بيعمل ايه؟ هو يجيب ما بين التو ريليشنز دول بيعمل لهم كروس برودكت اللي هو زي ده كده بالظبط، بيعمل كروس برودكت وبعد كده بيحط كونديشنز الكولومز اللي بنفس الاسم ونفس التايب بيعمل ما بينهم ايكوال. يعني كانك بتعمل سيلكت من الكروس برودكت بتاع الاثنين وير ان اي اي دي ار اي اي دي ايكوالز اس اي اي دي و ار بي اي دي ايكوالز اس بي اي دي. يعني هو ناتشرلي بيشوف ايه الكولومز اللي بنفس الاسم ونفس الداتا تايب في الريليشن الاولانيه بتساوي نفس بتساوي الكولومز، بتكلم على الفاليوز تساوي الفاليوز بتاع الكولومز اللي بنفس الاسم ونفس الداتا تايب في الريليشن الثانيه. طيب فلو رجعنا، لو افترضنا ان انا بعمل كروس برودكت بقى ما بين ار واس لو هي نفس القيم، فتعالى بقى نشوف ايه من دول اللي فيها الاي اي دي في الكولوم في الريليشن الاولانيه ده ار، ده ار وده اس اس. هنا اي1 ايكوالز اي1 اي3 لا لغايه بقى ما نلاقي في حاجه ايكوالز، فلاقي اي3 ايكوالز اي3. يبقى هنا الرو ده، الرو ده الاي اي دي بتساوي الاي اي دي ما بين الار اس والبي اي دي ايكوالز البي اي دي. مفيش حاجة تانية بقى بتماتش الكونديشن ده، يبقى هو ده نتيجة الناتشرال ناتشرال ايه جوين. بس بعد كده بيعمل ايه؟ بيشيل بقى الدوبليكت. يعني انا عندي هنا عندي اي اي دي بي اي دي اي اي دي بي اي دي، فهيكيب كوبي واحدة منهم، فهتلاقي الريزلت بتاعت الناتشرال جوين هي اي 3 103. يبقى الناتشرال جوين هو بيتعمل على خطوتي، الخطوة الأولانية إن هو بيعمل كروس برودكت، الخطوة الثانية بيشوف الكولومز اللي بنفس الاسم متساوية في التو ساتس و متساوية فاليو و اند بقى لو عندك أكتر من كولومز لازم كلهم يكونوا موجود ليهم نظير في الست الثانية وبنفس الاسم. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو أنا بعمل اتفضلي إيه يا باشمهندس؟ ناتشرال جوين كله ولا اخر حاجه بس؟ حاجه اللي هو برودكت حضرتك قلت الخطوتين مش يعني. طيب بصي الناتشرال جوين انت اول الكروس برودكت ده ما فيهوش مشكله صح؟ ايوه اي تمام اتفضل. طيب يبقى هو اول خطوه بيعملها ان هو بيعمل كروس برودكت. الكروس برودكت النتيجه بتاعته ايه؟ النتيجه بتاعته انا عندي اربع كولومز، دول كانوا اتنين في الست الاولانيه والست الثانيه فيها اتنين، فالناتج بتاع الكروس برودكت هو ار اي اي دي ار بي اي دي وبعد كده اس اي اي دي اس بي اي دي. هو بيحط الكونديشنز كالاتي، يعني هو بيعمل سيلكت بقى سيلكت، هو هيكتب على بعد الكروس برودكت هنقول الناتشرال جوين هو سيلكشن من الكروس برودكت بتاع الار مع الاس، والشورت بقى ايه؟ شورت ان الار اي اي دي مش عارف اكتب، معلش خليني اكتبها يعني لو خدتها كده على البينت الموضوع هنا صعب شويه. طيب اوكي
ممكن نقول ايه، ممكن نقول ان الكروس الناتشرال جوين هو عباره عن الار الار عامل لها كروس برودكت مع الاس، وبعد كده الناتج ده هعمل منه سيلكت. طيب السيلكشن ده ايه الشرط بتاعه بقى؟ الشرط بتاعه ان ال r dot e id يساوي ال s e id، وفي نفس الوقت and ال r b id equals ال s dot b id. لو احنا طبقنا الكونديشن ده على الكروس برودكت اللي موجود ده هيدينا الريزلت بتاعت الايه الناتشرال جوين. وضحت يا باشمهندس؟ يعني هو من الاخر طبعا انا بغض النظر عن المعادله، هي مش معادله ولا حاجه، هو هشوف ايه الكولومز اللي بنفس الاسم ما بين التو انتيتيز واحط ما بينهم، ادور على الفاليوز اللي بتساوي بعض، بس الكولومز تبقى اند بقى، يبقى هاخد الايهات ما بين التو انتيتيز مع بعض بيساوي بعض اند البيز يكونوا بيساوي بعض برضو. تمام، ده هيدينا الايه الناتشرال جوين ريزلت. طبعا الناتشرال جوين ده يعني كومنلي يوزد، دي حاجه من الحاجات اللي احنا كتير بنستخدمها، بس احنا ليه او انا ليه يعني اصريت ان احنا نبص على التو ستيبس دول، علشان لما انا بعمل سيلكت وما بحطش اي كونديشن، انا بعمل سيلكت من تو انتيتيز او ثري انتيتيز من غير كونديشن، هو بيعمل اكشلي بيعمل ناتشرال جوين او سوري بيعمل كروس برودكت. فتخيلي مثلا لو انا عندي تو تيبلز كل تيبل فيه 10 كولومز هيكون الناتج عامل ازاي، او الكميه الكومبيتيشنز اللي هو يحسب. ده انا عندي هنا تو تيبلز كل تيبل فيه تو كولومز يبقى وكام رو، يعني الفاليوز اللي قدامنا كلها بتاع 12 فاليو، ال 12 فاليو اتعمل كميه الكالكوليشنز دي. تخيل بقى انا عندي تيبل فيه 100 سوري في 10 كولومز وكل كولوم فيه 1000 فاليو ماشي او 1000 رو، هتلاقي كميه الداتا او الكالكوليشنز اللي هتحصل كتيره قوي لو انا بعمل ايه، لو انا بعمل جوين من غير كونديشن. طيب فده يعني ده الديفينيشن بتاع الكروس برودكت، وبعد كده ده الديفينيشن بتاع الناتشرال جوين. طبعا الناتشرال جوين لي اكتر من فورم، في حاجه اسمها في بعد كده عندي الليفت اوتر جوين وفي الرايت والكلام ده كله ان شاء الله هنعرفه في السيكول. طيب ده كده اعتقد يعني هو يعني كونكلوجن وكده خلاص اول محاضره من الكورس بتاع سي ام يو. انا لسه بقى يعني عايز كنت ابتدي في ايه بسم الله في السيكول، نعرف بس كام حاجه كده علشان ايه يبقى في حاجه ممكن نعمل لها براكتس كده او نجربها في البيت. بس هو احنا محتاجين نعمل انستول لماي سيكول. مين فيكم بقى قبل كده جرب او اشتغل على ماي سيكول؟ هل في حد جرب ماي سيكول قبل كده او اي داتابيز يعني؟ فيش. هو اللي احنا عارفينه اللي هو الاكسس داتابيز، الماي سيكول شفته انا كنظري، لكن كعملي الصراحه ما اشتغلتوش عملي. طيب هو ده وقته بقى، يعني احنا كل اللي احنا نعمله احنا هنعمل انستول ل ماي سيكول، هنعمل داونلود لماي سيكول سيرفر عادي ماي سيكول داتابيز، ونعمل انستول نكست 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 وخلاص. بتكون هي يعني ماشي، يعني هو البرنامج ماي سيكول داتابيز ماي سيكول ده اللي هو اول ليفل في اوراكل مش كده يا دكتور؟ لا لا مش اوراكل خالص، لا ماي سيكول ده ماي سيكول. تمام. لا بصي احنا عندنا انواع كتير من الريليشنز داتابيز. ماشي ممكن اشوف الديجرام.
ايه؟ ممكن اشوفه البرنامج ده؟ اوكي يعني هو انا يمكن طيب ثانية واحدة MySQL اهو اللي موجود دلوقتي version I think 8 ده MySQL 5 فايل next installation next state يعني ما فيهوش اي تفاصيل خالص هو بس الفكره ان هو في steps بيطلب منك حاجه اسمها الروت باسورد تمام تدخلي بتدخلي الباسورد دي مرتين وبعد كده خلاص بقت بقى كده هو installed على الماشين طيب انا بعمل ايه بعد كده انا بدخل على البروجرام فايلز في عندي ماي سيكول سيرفر ده بيكون الباس بتاعه سامعيني يا شباب الو تمام هو في ماي سيكول وماي سيكول تمام اصل بس في التليفون فممكن قلت يمكن حصل الصوت راح على حته طيب انا بعد ما بعمل انستول هو بس بيطلب مني انا اكتب بس حاجه هو بيطلب مني الروت باسورد ده بيبقى السوبر يوزر ده اليوزر اللي هو بيكون لي اكسس على كل فانا بدخل الباسورد مرتين وخلاص بعد كده انا بيبقى ده الباس بتاع الابلكيشن نفسه فانا في عندي كام كوماند كده الكوماندز دي هي اي اكس اي فايلز هنا يعني انا دلوقتي مثلا اول ما هكتب هنا ماي سيكول هو هيجيب لي حاجه طبعا ده كوم ده انا ابلكيشن عامله انستول هو هيجيب ايه ماي سيكول كوماند لاين كلاينت وطبعا ده انا في الغالب يعني مش هتشتغلوا بيه بس خلينا نفتحه هو بيطلب مني الروت باسورد انتوا شايفين ولا اغير الالوان لا شايفين يا دكتور طيب انا كتبت الباسورد هو دخلني كده على الداتابيس ايه حضرتك بتقول هندخل الروت تقريبا الروت باسورد وانا بعمل انستليشن طلب مني باسورد فانا دخلت الباسورد هناك وخلصت الانستليشن بقى عندي الفولدر ده انا بعد كده عايز اعمل رن فانا بعمل من الستارت منيو هنا انا هكتب ماي سيكوال هيجيب لي ماي سيكوال كوماند لاين كلاينت ماشي بس فانا لما كتبت هو جاب لي ايه لما فتحت طلب مني الباسورد دخلت هنا فانا كده دلوقتي جوه الداتابيس ماشي هنا بقى ممكن اعمل اي حاجه في كوماندز بقى احنا اتعلمها بعض اللي هو شو داتابيزز هيجيب لي ايه الداتابيزز اللي موجوده دي الداتابيزز اللي موجوده عندي في داتابيز اسمها مثلا كورس 1 هقول له يوز كورس 1 عشان استخدم الداتابيز هنا اقول له شيت شو تيبل ده يعني عشان اشوف ايه التيبلز اللي موجوده بكتب هنا بقى الكوماندز بتاعتي بكتب الاوامر بتاعتي على الداتابيز عايز اكريت تيبل عايز اسلكت داتا من التيبل انا ممكن اقول له سلكت اول فروم التيبل اسمه ستودنت تمام هيجيب لي الداتا بالشكل ده طبعا ده اوبشن الاوبشن الثاني ان انا لو مش عايز استخدم طبعا الاوامر دي انا كده كده هكتبها ماشي دي الأوامر اللي احنا هنتعلمها مع بعض خلال المحاضرة اللي جاية واللي بعدها إن شاء الله إن أنا أكتب هي إيه الأوامر دي أصلا بتتكتب إزاي وده خلوا بالكوا select asterisk from student ده اللي هو relational command اللي هو select ما بين قوسين student هي بالظبط بس طبعا لما هيبقى عندي أكتر من relation وفي conditions أو predicate complex كده هيبان معايا أكتر طيب في application تاني ممكن نستخدمه اللي هو MySQL Workbench MySQL Workbench ده بقى كلاينت بس كلاينت ممكن كونكت بيه على الداتابيز بس هو بيبقى شكل ايه مش بالترمينال ده لا بيبقى ليه يوزر انترفيس كده بقدر اشوف التابلز كده يعني ليه يو اي مش حاجه كده على الكوماند لاين طيب يعني احنا ممكن كمان ندي انترو كده للسيكول عشان ما اطولش عليكم عشان يمكن في ناس مننا افكار جديده عليها ويمكن افكار كتير ولا حاجه طيب هنا ده المحاضره الثانيه في كورس سي ام يو المفروض
هنتعلم فيها السيكول او الاستراكشرد كويري لانجويج، هي اللانجويج اللي بيها بعمل كويري او بجيب داتا من الداتابيز. يعني مثلا انا هنا كتبت select asterisk from table، لو انا قلت له عايز اقول له عايز مثلا انا هكتب حاجه ده اقول له عايز اخليها asterisk برضو where id equals 1، عايز data. انا ليه بقول عشان ده الكويري اللي انا عايزه او الداتا اللي انا عايزها، عايز انفو من التيبل ده للستودنت الاي دي بتاعه واحد، فجاب لي قال لي الاي دي بتاع واحد ده او الداتا بتاعت الستودنت الاي دي بتاع واحد اهي اسمه احمد والاي دي بتاع واحد. طيب يبقى اللي انا بكتبه ده كويري. ممكن الكويريز بقى بتاخد اشكال مختلفه. احنا الهدف من المحاضره دي ان احنا نتعلم يعني ايه سيكول او نكتب ستراكشرد كويري لانجويج كومنتس. طيب اول سيكول اتكتب كان عن طريق اي بي ام، كانوا عاملين حاجه اسمها اي بي ام سيستم ار، وده كان اول دي بي ام اس هم عملوه، وده كان في السبعينات بقى يعني بيزد اون البيبر اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي قبل دي بتاعه الريليشنال داتابيز. ابتدوا بقى ايه يعملوا ديفلوبمنت ليه. ده التطور بتاعه بقى من زمان جدا. المينيمم سينتاكس علشان تكتب سيكول هو اسمه سيكول 92. ليه بقوله؟ علشان ده الستاندرد او الكومنتس بتاعه السيكول اللي ممكن ترن على اي database management system، سواء بقى ماي سيكول او اوركل او سيكول سيرفر او وات ايفر. اي database عاده لازم تكون بتسبورت الكومنتس او السينتاكس بتاعه السيكول 92، وبعد كده بتسبورت ايه، بتحط بقى هي التاتش بتاعتها بقى، بتقول لا انا عندي انا بحط سبورت، بزود فيتشرز عندي كذا، بزود فيتشرز كذا. طيب بعد 92 بقى في فيتشرز زادت على السيكوال، بقى فيها حاجه اسمها ريجولار اكسبريشنز والتريجرز والاوبجكت اورينتد، ده زودوه في 99 لغايه بقى ما في 16 بقى عندي الجيسون بقى موجود. والجيسون ده يعني لو اشتغلته ماشين ليرنينج اكيد خبطت فيه ساموير، يعني اللي هو الجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في النو سيكوال داتابيز. طيب فده يعني المطلوب منكم او اللي احنا هنتعلمه بعض، هيكون المينيمم اللي هو السيكوال 92، ده اللي هيكون اي داتابيز مانجمنت سيستم بي سبورتد. هنجرب ده فين؟ هنجرب ده على الماي سيكوال، واعتقد يعني السليشن بتاعته بسيطه قوي ان شاء الله. طيب السيكوال او الاس كيو ال، متقسم 3 ديفينيشنز او 3 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولانيه او الداتا اسمها الداتا مانيبيوليشن لانجويج او الدي ام ال، الثانيه اللي هي الداتا ديفينيشن لانجويج، الثالثه كنترول لانجويج. مين دول بقى؟ الداتا مانيبيوليشن لانجويج هي اللي انا بعمل بيها فيتش للداتا، بعمل سيلكت للداتا، ازاي اقرا الداتا من الداتابيز، ماشي، ازاي اعمل ابديت، اعمل ديليت للداتا. يبقى هي خاصه، الله أكبر، خاصة بالديتا، الديتا اللي موجودة جوه التابلز إزاي بتعامل معها؟ بتعامل معها بالدي ام ال أو الديتا مانيبيوليشن لانجويج، دي سيلكت انسرت ابديت ديليت. طيب الديتا ديفينيشن لانجويج ودي الكوماندز اللي عن طريقها بعمل ديفينيشن للتابل، بكرييت التابل، بكرييت الديتا بيز اوبجكتس، ماشي. يبقى ده بعرف بيها الاستراكشر بتاعه الاوبجكتس جوه الداتابيس. الداتا كنترول لانجويج دي بقى يمكن ليها علاقه شويه بالترانزاكشنز وكده، فيعني خليها ليتر اون ان شاء الله. طيب الداتابيس فيها اكتر من اوبجكتس ممكن نستخدمهم. احنا ليه بقول اوبجكتس؟ لان احنا يمكن ما عرفناش غير حاجه واحده بس اللي هي دلوقتي التابل، التابل اللي هو ريليشن الجدول ده، لكن هل في حاجات تانية؟ في حاجات تانية، في حاجة اسمها سيكونس، وده يمكن قلناه برضو، قلنا ان السيكونس ده اللي باخد منه وبعمل الاوتو جنريتد برايمري كي. في عندي حاجة اسمها داتابيز فيو،
في تريجرز، في ستورد بروسيجرز، في حاجات كتير جدا جوه الداتابيز. احنا خلينا دلوقتي في المينيمم اللي هو التيبل. طيب كمان ازاي بعرف الانتجريتي والريفرنشال كونسترينز اللي هي الفورين كيز، ازاي اعرف ده؟ برضو كل ده بيكون جزء من الدي دي ال او الديتا ديفينيشن لانجويج. طيب الترانزاكشنز، ودي طبعا حاجه من الحاجات المهمه جدا، يعني ممكن اقول بريف عنها كده. الترانزاكشن هي مجموعه من الكومنتس، الكومنتس دي لازم يتعمل لها اكسكيوت مع بعض. الكومنتس بيتعمل لها اكسكيوت از وان يونت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بعمل ايه، خلينا نعمل مثال كده يوضح لنا ايه الترانزاكشن، لان احنا برضو هنحتاجها كتير وممكن في حد منكم يفكر فيها. طيب لو افترضنا ان انا عندي بنك اكاونت، لو انا بعمل ترانزاكشن على حساب بنك، فانا اول حاجه هعملها ان انا هعمل اكاونت 1، هطرح منه مثلا $100، والخطوه الثانيه ان انا هروح للاكاونت 2 وازود عليه يساوي بلس $100. انا عايز اعمله، انا اروح من على الانترنت بانكينج كده وجيت عايز احول فلوس من حسابي لحساب واحد تاني، فانا قلت من الاكاونت بتاعي اخصم $100 والاكاونت التاني زود عليه $100. طب تخيل بقى ان اول ستيب دي تمت، وبعد كده حصل ايه؟ حصل ان هو بيعمل الخطوه التانيه دي، حصل فيلير. ايه الفيلير؟ انترنت كونكشن بقى ما بين وبين السيرفر، حصل ان الديتا اللي انا جيت ازود فالسايز بتاع الديتا تايب وصل ماكسيمم، يعني الكولوم ده مثلا اخره مثلا 4 ديجيتس، لما انا زودت عليه المية دي دخل في الخامس، فده ايرور، حصل مشكله. اي مشكله بقى؟ فدي اسمها ترانزاكشن. يعني ايه؟ يعني لازم لما تتم كلها على بعضها. ده جزء من الحاجات اللي احنا لازم نتيك كير اوفت في السيكول، او واحنا بنعمل اكسكيوشن لاي كومنتس لازم اشوف ايه الكومنتس اللي تتم في ترانزاكشن واعمل لها اكسكيوت ان وان ترانزاكشن. طيب وطبعا ليها امثله كتير جدا، بس حسب موضوع البنك اكاونت ده يعني عشان احنا كتير بنعمله، ولما بتحصل مشكلة لو السيستم نفسه مش أوير بأن دي ترانزاكشن لازم تتم فبتحصل مشكلة. هو actually يعني اللي بيحصل إن هو أصلا الحسابات ما بتخصمش منها ولا أي حاجة، يعني هو بياخد بيعمل لوك، يعني اللي هو بيحصل بقى في الحقيقة إن هو بيعمل لوك للديتا بتاعت الحساب الأولاني وبيعمل لوك للديتا بتاعت الحساب التاني، مفيش حد بيأكسسهم خالص. وفي الميموري بقى، الميموري بيروح يزود وينقص والدنيا تمام، اول ما الدنيا سمعت في الميموري ما راحش الداتابيز لستة، يعني الداتا فاليد وكل حاجه تمام، تمام، بيروح يعمل بروسيست او فلاش للداتا دي بيخليها تروح تسمع في التيبلز واز وان كومنت، يعني هو بيعملها في الميموري وبعد كده بيروح على الداتابيز. طيب كده معنا الترانزاكشن. طيب المفروض هنا بقى هنتكلم في اكتر من حاجه. المفروض هنا بقى الداتابيز اللي هيتعمل عليها معظم الكومنتس اللي نتعرف عليها مع بعض، هو عامل داتابيز هنا فيها بتكلم عن الجامعه، فعندي الاستودنت والكورس والانرولمنت، وده يعني يمكن مناسب جدا للليفل اللي انتوا فيه. انتوا دلوقتي ستودنت اسمه ايه، وده اللوجن اي دي بتاعه، والايدج والجي بي اي والكورس، والكورس لي برايمري كي اللي هو السي اي دي او الكورس اي دي واسم الكورس. ده السكيما زي ما عرفنا في المحاضره اللي فاتت. بعد كده عندي في تيبل بقى طبعا الريليشن ما بين الكورس والستودنت هي ميني تو ميني، يعني الكورس
الستودنت بيبقى انرولد في اكتر من كورس، والكورس يبقى انرولد في اكتر من ستودنت. فعلشان كده عملنا تيبل جديد في اسمه انرولد، وده في ايه، ده في البرايمري كي بتاع الكورس والبرايمري كي بتاع الستودنت، والاثنين تحتهم شرطه، يعني الاثنين مع بعض هما برايمري كي. وبعد كده عندي الجريد بتاع الستودنت في الكورس ده. طيب ده كده شكل الداتابيس. طيب السنتكس بقى بتاع السيكول، علشان اكتب select statement، طبعا احنا المفروض قبل اي حاجه هروح اكتب relational algebra expression كده للحاجه اللي انا عايزها، وبعد كده بحول ده ل select statement. طيب select statement كستراكشر هو فيه الاتي، اول حاجه بس عايز ابص على الساعه. تمام، اول حاجه بكتب select from where، دول 3 sections او بنسميهم close. الclose الاولاني اللي هو select، وده في اسماء الكولومز اللي انا عايزها. from ده في اسماء التيبلز اللي عايز اسلكت منها، والwhere ده في الconditions او البريديكيتس. يعني لو عايز مثلا اسماء والجي بي ايز للستودنتس اللي ان older than 25 years، يعني لو رجعنا للتابل ده وعايز اسماء الاسم والجي بي بتوع الستودنتس اللي عمرهم اكبر من 25 او whatever العمر، فانا هعمل ايه؟ انا هعمل select، انا عايز select ايه؟ عايز select name والجي بي، يبقى select name comma جي بي اي، ده اسماء الكولومز. from اسم التابل A student، الكونديشن where اسم الكولوم age اكبر من الرقم اللي هو عايزه، يبقى select name و age from student where age اكبر من كده. ده يعني implementation بسيطة جدا على ال select statement. طيب عامل ده ازاي algebra expressions؟ هو عبارة عن projection name والGPA وselection age أكبر من 25، وطبعا ده هيبقى compound مع بعضه بقى. يبقى أنا المفروض هعمل إيه؟ المفروض دي تتكتب كالآتي: projection name وGPA، وجوه ما بين القوسين دول هقول له select age أكبر من 25، كأن عاملهم بقى إيه؟ nested expression. تمام، محتاج بقى ان انتوا ان شاء الله رب العالمين يعني تعملوا installation لمايسيكول، وتعملوا التابلز دي، وهنشوف يعني التابلز دي تعمل ازاي. يعني حتى ايفن هناك انتوا ممكن يعني رايت كليك كرييت كده، الموضوع بسيط خالص. ونحط الديتا دي وبعد كده ننفذ عليها بقى ايه الاوامر دي. الأمر دي إن شاء الله بسيطة جدا. يعني خلينا، أنا ممكن مش عارف لو معنا حد من الشباب. أنا مين؟ عبد الرحمن باشمهندس أنا ده موجودة. تمام، عبد الرحمن موجود وموجود عبد الرحمن. طب خلاص يعني ده أنتوا كده في الأمان، يعني هما ممكن يساعدونا في الموضوع ده جامد يعني إن شاء الله. طيب بعد كده الجوين انا عايز اسلكت داتا من اكتر من تيبل، من اكتر من تيبل بكونديشن. طيب فهو هنا مثلا عايز يسلكت which student got an A في الكورس ده، يعني جايب ايه في الكورس اللي هو 721. كورس 721 مين جايب في ايه؟ عايز بقى، انا عايز اسم الستودنتس او اسماء الستودنتس اللي جايبه ايه في الكورس ده. لو انت بتفكر، فانا كده هجوين ايه؟ هجوين ما بين التابل ده، ما بين الستودنت والانرولد. طب ايه الشرط بتاعي؟ الشرط بتاعك
الشرط بتاعي ما بين ال ال او الجوين كونديشن ما بين التو تيبلز دول، ايه الكولوم اللي متكرر ما بين التو تيبلز دول؟ هما هو الاستودنت اي دي. يبقى انا اول حاجه هجوين ما بين الاستودنت والانرولد بايه الكونديشن اللي الاستودنت اي دي هنا يساوي الاستودنت اي دي هنا. طب وبعد كده الكونديشن، الكونديشن ان الجريد هنا في الانرول دي يكون ايه، وايه كمان، وان الكورس اي دي يكون 15721 وبس. وبعد كده هسلكت بقى ايه الكولومز اللي انا عايزها. فهو هنا عمل ايه، عمل سلكت. بغض النظر عن سلكت ايه، انا اول حاجه افكر فيها هسلكت منين. يبقى انا سلكت من الانرولد والستودنت، وطبعا هو بيديلهم زي الياس كده او نيم، بدل ما اكتب في كل حته اكتب enrolled dot enrolled dot course id، بدل ما اكتب enrolled كامله بكتب بس ايه، بكتب الالياس ده. فانا بقول له select from enrolled as e، ده اسم ليها، وstudent as us. وبعد كده احط الكونديشنز بتاعتي. اول كونديشن لازم افكر فيه هو الكونديشن الجوينينج كونديشن. ايه الحاجه اللي بتجوين التو تيبلز ولازم تكون موجوده؟ اللي هو الاس اي دي او الستودنت اي دي. وبعد كده حط الكونديشنز بتاعتك بقى اللي هو الجريد اي والكورس اي دي 15721. طيب قبل بقى الاجريجيشن والكلام ده انا هستوب هنا، علشان لو انا دخلت في اكتر من كده يعني الناس اللي لسه اول مره تتعامل مع الداتابيز هيكون الموضوع يعني كارثي. فخلينا ان شاء الله رب العالمين نستوب على هنا، وخلال بقى الاسبوع ده هنعمل انستول للداتابيز، هنعمل انستول لماي سيكوال ورك بنش، هنحاول انستول. طبعا عايز بقى باشمهندس عبد الرحمن يساعدنا في الموضوع ده، يعني لو ميتنج كده صغير مع الشباب يعني نكريت التابلز دول. اعتقد ان في داتابيز يعني ايفن انت ممكن تكريتها يا باشمهندس عبد الرحمن وتحط فيها ده سامبل داتا، يعني كلها 5 روز و4 روز و3 روز، كلام بسيط خالص. ونوري بس الباشمهندسين ازاي نعمل لها انسرت. وانا كل انا عايزه ان يعني احنا نكتب كومنتس، نكتب كومنتس. وطبعا لو انت بقى عارف الكورس بتاع هارفارد فيه كومنتس كتيرة قوي على الداتابيز دي. انا عايز بس الناس ايه، علشان اول مره بتتعامل مع داتابيز ممكن يبقى فيه لسه ايه الدنيا مش واضحه قوي، نعمل سيلكشن، نعمل بروجكشن دايركتلي على الدي بي ام اس ونشوف الريتيرن بتاع الحاجات دي ايه. وان شاء الله المره الجايه نبتدي على طول من اول ايه الاجريجيتس. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ وانا بس كنت عايزه اوضح لحضرتك يا دكتور ان في جاب فعلا واسعه شويه من الكلام اللي حضرتك بتتكلمه، ان احنا الفكره الماده اصلا جديده، فان احنا نرجع لكورس هارفارد علشان نعرف البيزكس وبعدين نكمل مع حضرتك، ولا ممكن نمشي ازاي عشان نقدر نوصل لليفل بتاع حضرتك حاليا؟ انتوا اللي نفذتوا اللي انا بقوله خلاص. يعني بقول كورس هارفارد بس علشان ايه، في شويه كونسبتس هناك عن ازاي اعمل موديلنج. اللي احنا ابتدينا بيه مفيش موديلنج خالص. انا هقول لك شكل الداتابيز اهي، وابتدي اعملي عليها كويريز او نبتدي نعمل عليها ستيتمنتس. حته الموديلنج يعني انا عملت لها سكيب، ان هي فيها رغي كتير وهي نظري بس. فانتوا لو رجعنا للكورس بتاع هارفارد هو اصلا ستريت فورورد، يعني كونسبت مباشره خالص. هي مفيد لي موديلنج، بس هل انتوا اصلا ليتر اون هتعملوا موديلنج؟ يعني انا ما اعتقدش ان انتوا لو مثلا بتعملوا مودلز ام ال ولا اي اي ولا اي حاجه في الاريا دي انتوا هتعملوا موديلنج. انتوا في الغالب بيبقى الداتا موجوده وانا عايز اعمل عليها اناليتكس او عايز اعمل عليها يعني ايه كويريز واعمل عليها بروسيسنج. فعلشان كده يمكن انا اجنورد حته الموديلنج. لو حابين نتكلم فيها مفيش مشكله، الموضوع هو شويه نظري يعني مش حوار. انا المهم بالنسبه لي ان انتوا تعملوا انستول داتابيز وتجربوا بايديكم بس شويه ايه
insert statement شوية queries على الـ database علشان نبقى يعني فاهمين أو عارفين الـ minimum هي يعني إيه database أصلا، علشان concepts اللي بعد كده أو الخطوات اللي بعد كده ما تكونش صعبة عليكم. معلش يا دكتور، بس بتأكد من الحاجات اللي هعملها شيرينج، اعمل لهم حاجة اللي هم تكون داتابيز متكريتة مثلا فيقدروا يعملوا عليها شوية كويريز وكده. بس بالظبط انا كنت اللي انا اقصده يا باشمهندس عبد الرحمن، ان يعني انت عارف الكورس الكام محاضرة بتوع هارفرد كلهم على نفس الداتابيز دي تقريبا، فلو انت بس يعني عملت الداتابيز دي ويعني بالديتا دي وعملت لها اكسبورت كدمب وتوري بس للناس كده فيديو صغير كده ازاي يعملوا لها امبورت عندهم على الماي سيكوال داتابيز زي الفل. بشويه بقى انت معاك يعني كويريز كتير وعلى نفس الداتابيز دي ومعاك الحلول بتاعتها كمان، يمكن الاكسكيوشن ريزلت بتاعتها، بحس بس ان الباشمهندسين يجربوا بايديهم يشوفوا الكويريز ويشوفوا الريزلت بتاعتها، ده هيفرق معاهم جدا، هيحسوا ان الداتابيز، واعتقد انت توافقني الراي ده، هيحسوا الموضوع بسيط، لكن من اول بصه كده لا الموضوع علينا، لا الموضوع ان شاء الله يكون بسيط، ولا انت ايه رايك؟ تمام، مفيش مشاكل. هي فعلا الداتابيز دي معايا، ومعايا حتى السيكوال فايلز اللي هتكريتها وتنسرت الداتا وحتى الكويريز، فانا ممكن فيديو صغير مثلا ابعته لهم والفايلز برضو دي. تمام، احنا الواتساب جروب موجودة، وانت اعمل بس الدم فايل ده ووري لهم ازاي يعملوا امبورت، وشاير معانا يا سيدي الكويريز والريزلت بتاعتها، والموضوع ان شاء الله يعني وانس ان الباشمهندسين عارفوا وقتكم ده يعني، بس انتوا لما هتجربوا بديكم هتلاقوا الموضوع بسيط جدا ان شاء الله، وده هيخلي اللي جاي في الكورس لا ابسط يعني، الدنيا ماشيه يعني، ووعد يعني احنا مش هناخد ستيب فورورد غير لما الناس كلنا نوصل كده يبقى نورمالايزد يعني، واصلين لنفس الليفل وفاهمين يعني كل واحد وفاهمين كل حاجه ان شاء الله، مش هاخد خطوه تانية غير لما نبقى متفاهمين واحنا ايه اللي عديناه او ايه اللي شرحناه ده ايه بالظبط. احنا واخدين تقريبا محاضره وكام سلايد بصوت، تجربوا ده بايديكم تفهموا وخدوا وقتكم يعني، انا عارف ان احنا كلنا لينا اشغالنا وبتاع، بس انتوا لو القصه كلها لا تتخطى ساعه او اتنين يعني ان شاء الله رب العالمين. ولو في اي اسئله او اي حاجه قابلتكم معلش اسالوا على الجروب زي ما انتوا عايزين يعني. تمام يا شباب، كده حد عنده اي سؤال؟ تمام، شكرا. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.